عشان اكتب لتر بي عندي الكراسه بتاعتي بتبقى مسطره سطرين صغنانين كده. فانا هعمل ايه؟ هاجي من هنا احط لنفسي نقطه كده واقوم نازل نازل بواحد كده يقف هنا، وبعدين عنده نص بطن كده وبطن كده، عنده بطنين او عنده بالونتين، يبقى هو واحد عنده بالونتين. طيب يا ميس، هو انا ينفع اعملها كده كده كده؟ لا. ليه؟ عشان هي مش مظبوطه على السطر. طب يا ميس ينفع اعملها كده؟ لا برضه. ليه؟ لانها مش مظبوطه على السطر. طب يا ميس ينفع اعملها كده وكده؟ لا برضه. ليه؟ لانها مش مظبوطه على السطر. يبقى عشان اظبطها على السطر هعمل احط لنفسي نقطه هنا فوق السطرين، واقوم نازل بواحد كده يقف على السطر دوت ما يتحركش من عليه، واقوم عامل هاف سيركل كده، نص دايره كده ونص دايره كده. كده انا خلصت الحرف. طيب ده اسمه بي كابتن. البي سمول هو كان واحد معاه بالونتين، اخوه فرقع له بالونه، اتفضل معاه بالونه واحده اهو. طيب يبقى اوعى اعملها كده مثلا، لا، ولا اعملها كده مثلا، لا كده غلط. يبقى ديت بي كابتن، بي سمول صوتها ب ب ب ب, ب.